The cost of this call is 2 cents per minute. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وي سيدي مرحبا. بغيت نشارك معكم في البرنامج عفاك. وي سيدي ذكرني بسمية ومدينة الله يخليك. مروان العلوي من لوس انجلوس. بقى معايا اخويا. يلا جيبوا لي دابا شي بنت في هذا الوقت في هذا الزمان هذا. ناخذوا سي رضوان من لوس انجلوس. مروان اهلا وسهلا مروان من الديار الامريكيه، مرحبا بك مروان. اهلا سميره، تحياتي. لاباس بخير كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. سمعت الدراري هنا الناس كلشي يهضروا على القمر، وبغيت ندير تدخل مع انني كنلعب بوكر احترافيا في ميريكان. احترافيا كاع احترفتي؟ احترفت تماما. يلا تفضل مروان. سو القمر فيه وفيه صراحة. فاش كتلعب مع الكازينو ولا تتلعب القمر بحال هكا غالبا 99% غادي تخسر. هو كيلعب داك القمر ديال الكرة الفوتبول. تماما. سو كاين انواع اخرى ديال القمر اللي كتلعبها مع الناس اخرين وما عرفوش تسمى قمر ولا لا، ولكن هي بحال قلتي العاب ديال كاين في شي بلدان تيعتبروها كرياضة بحال البوكر مثلا. البوكر كاين في مراكش تيتلعب في الكازينو. انت غتشجعهم على انهم يمشيو يلعبوا القمر اخوان. الا اعتبرتيه قمر على حسب الديفينيسيون ديال القمر. سو راضين انه قمر مروان. كيفاش؟ راضين انه قمر، يعني ملي كتمشي للكازينو هذاك راه قمر هذاك. ولكن المشكله هو ان صراحه دابا المشكله هو الا ما كتخسرش فيه، دونك شنو ممكن نسميو هذه القضيه هذه؟ خصني نزين لك ديك الزله اللي انت تقوم بها واحد النهار غتصبح الله كريم. اسمح لي ما سمعتكش مزيان. قلت لك دابا غير الشيطان مزين لك داك الفعل اللي كتقوم به، ما هو راه حرام والقمر، القمر راه باين حرام، كيقول لك 100 قمر ولا واحد قمر. انت دابا ولكن ولكن اش كيدير عليه المسابقات لك مسابقات عالميه؟ هذا هو مسابقات يعني، وكتلقى شخص كيربح 10 المرات 15 20 مره ديال البطولات ديال العالم، يعني بحال كره القدم تقريبا. انا ما نقدرش اخويا مروان. نعم. انا ما نقدرش نتكلم معاك شي حاجه اللي ما عنديش درايه بها، خصوصا على هذا القمر ديال الفوتبول ومازال القمر ديال الكازينو ناقش معاك فيه، لانه ناس ضيعوا فلوسهم في الكازينو. لا هذاك ضروري بنادم غادي يخسر فيه فلوس، وما عمر تتلعب مع الكازينو غتربح. الكازينو اذكياء هذيك ما عمرك غتربح فيها. اذا مبدئيا حنا متفقين، واما من بخصوص الشق الديني فهو حرام. في هذا نقدر نختلف معك مع كل احترامي الاخت سميره. لكن مروان انا القمر ديال الكره ما عرفتش اخويا اليوم والله القسم. يلا يلا. لا ماشي كره، ماشي كره، هذا بوكر تيتسمى البوكر، معروف بوكر هو اللي تيكون في الافلام وهذا. ما هما تيقولوا كي الا لعبتي لايك هادشي راه تنقولوا حقيقي وكاين، وتقدر تسول رجال الدين تيقول كي الا لعبتي مع الناس بحال قلتي اللي ماشي مسلمين وديتي لهم فلوسهم في هاد الالعاب بحال هادو ماشي راه حلال، كيكونوا كيتعتبر حلال. ودابا الاخ اللي طلع معنا سمعتي المداخله ديالو مهدي اللي كيقول انه كان لاعب سابق للرجاء؟ لا هذاك الشيء ما يمكنش انا نقولها لك، نقولها له خاصو العلاج، خاصو العلاج حيت صعيب حتى في البوكر براسه ولا كنتي كتخسر وما كتعرفش تلعب وما قريتيهوش. حيت انا هادشي اللي كنلعب فيه انا قاري مهندس دوله في الاعلاميات، قاري الرياضيات، يعني هادشي هذا هو التخصص ديالي. عطينا الماكسيموم شحال كتربح مروان في العام؟ تقريبا بين 300 و 400 مليون في العام. ومن واخا ما عرفتش نتكلم معاك من الناحيه الدينيه، سولتي واش حلال ولا حرام؟ لا حنا الحلال والحرام في الدين ديالنا الاسلامي صعيب انك تحدديه على حسب شي غير الطلاق مثلا، الطلاق ديال المراه من الرجل راه بعض. لا ماشي بين لديك الدرجه، كون كان اسمح لي كون كان بين كون ما كانوش عندنا رجال الدين اللي غادي يقولوا لنا بزاف د الحوايج. راه اسمح لي ما سمعتكش. قلت لك اخويا هذا كلام الله سبحانه وتعالى تماما. لا ونعم بالله، ولكن كلام الله فيه تفسيرات. انا نعطيك غير مثال واحد صغير هو مثلا الحلال وبين والحرام وبين وما بينهما امور مشابهات، يعني ولكن صعيب هادشي. علاش تنحتاجوا رجال الدين يعطيونا بالضبط شنو خاصنا نديرو؟ يعني مثلا غير نعطيك غير واحد المثال باش تفهمي كل حرام والبيء، واخا كاك صعيب
يعني كاينين رجال الدين مثلا بحال دابا الطلاق، مثلا المرأة تطلق الراجل، ما كاينش عندنا في المذهب ديالنا المالكي. هنايا فاش كانت جات مدونة الأسرة شنو دارت؟ خدات من مذهب آخر ديال الحنابلة باش عاد داروا، يعني كاين ماشي بديك البساطة. هذا النص الذي أخذ من المذهب الحنبلي، إذا كان حتى الدين تيقول إذا كان هناك وقع الضرر فالمعمول به، يعني الإنسان يعمل به طالما ليس فيه ضرر في ذاك الحل. يا إذا كان ولكن ما هناك كاينش الضرر عليا انايا، ما كاينش عندي الضرر، انا كنربح يعني، ما عنديش الضرر. الضرر على وانا ما كنلعبش في المغرب، دونك ما كان بحال قلتي ما كنضرش خوتي هذا المغاربة. يلعب هنا، ولكن لا، المهدي قال بأنه تيرسل للناس يحولوا له الفلوس بالدولار باش يلعب. لا لا، انت هذاك الشيء ولا خطر، هذاك الشيء انا ما عمري في حياتي غادي نقيس داك الالعاب. يا متلعب داك الشيء اللي بما انك انت محترف، شنو الفرق بيناتهم؟ ما اسمحي لي، ما سمعتكش. قلت لك زعما بما انك انت محترف، شنو الفرق بينات هذه الالعاب هذه؟ الفرق بيناتهم هو انني انا كنخدم الرياضيات، كنخدم واحد الحاجه كتسمى الجيم ثيوري، واحد العلم ديال الستاتيستيك اللي تكريا في 1970. كنخدموا لي زورديناتور باش نحاولوا اننا ندرسوا هذاك اللعب ونشوفوا شنو غادي يدار. وبحال قلتي كاينه واحد الاستراتيجي اللي هي صعيبه بزاف وكومبليكي، اللي خاصك تكون قاري شويه باش تقدر انك ديرها. الالعاب الاخرى اي حاجه اللي غتلعبها ضد من انك تلعبها مع كازينو ولا مع شي شركه ديال القمر ولا هذا، راه بيان سور واش هما دايرين لك باش تربح؟ ما غاديش تربح. انت مهدي باغنو مروان، بحال نعم. دابا واحد الاخ مسافت ليا يعني صور كاتبين توتو فوت، ما خصنيش ندخل هاد السميه باش نمشي يا 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 فهمت وكتب واش نفهم. الارشيف الوطني وهادشي راه يا 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 هادشي هادشي لا، هادشي غادي تدخل له ما عمر غادي تخرج منه. ما كاينش استراتيجي، ما كاينش رياضيات، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تخليك تربح. يقولوا انه زياده على ذلك كاين ترسي ديال الخيول. لا، هذاك الشيء ما تيرسي، وهذاك الشيء حتى هو ما فيهش الربح. واخا تربح غتخسر عاجلا او اجلا. يعني خاص الواحد يعرف ان كاين فروقات، كاينين مغاربه مجهدين، كاينين دراري، كاين واحد الدري دابا مغربي ما غاديش نقول سميتو، مي معروف ساكن في فرنسا، عنده 23 عام، مشى تيحطم جميع الارقام. هاد السيد هذا اسطوره، دري عنده شي 21 ولا 22 عام، محترف للتورنو. قانوني كيفاش؟ يعني هاد الفعل هذا عندكم برا يعني قانوني؟ هاد حتى في المغرب قانوني، حتى في المغرب كاين الكازينوات قانونيين، ما خويا تديرش شي مروان حاجه ضد مروان القانون، غير ما تلعبش في مروان الدار، هذا هو المشكل. نعم ثقة امن بالله. نعم لا لا والله خاي ما عندي فكره على هاد الشيء اللي تقال دابا. لا هادشي بحر، لا هادشي بحر تمام. ما صعيب، صعيب ان الانسان يكون زعما اللي هذا يكون عارف عليه، مي هو بحر فيه وفيه. مسابقة كدار كل عام، داكشي رياضي، وكتشوفي حتى الدراري اللي كيلعبوا فيه وداكشي، زعما ماشي داك القمارة اللي تتشوفي عند ديال تيرسي وكذا. كتلقى الناس بعقلهم معروفين، المهم بحر بحر. تتلقى لي ملياردير، الناس اللي دايرين الشركات كيلعبوا، يعني ماشي شي حاجة اللي سو البوكر مختلف على ما تبقى. شكرا للتوضيح، وانا شكرا دابا بزاف. قول انا اللي غادي ندخل نبحث ونقلب على هادشي مزيان. لا، هو داكشي المهم بحر، ومستعد الى شي نهار انا واخا ساكن في امريكا نقدر ندير معاك ابيل ولا شي حاجه بالفيديو ولا شي حاجه. شكرا بزاف. كنت باغي غير نسمحي لي، واخا موضوع ما عندوش علاقه مع هذا الشيء، كنت لا حتى المواضيع كلها مفتوحه، ماشي انا صراحه شويه مأثر عليا الفكر الامريكي ديال حريه التعبير وهذا الشيء، ولكن ما عرفتش. المهم انا شفت الحوار ديالك مع فتيحه، ديك ديال الروتين اليومي، وصراحه جاني شويه انكم زعما بحال دفعتوها انها تدخل الحبس، ولا كنتوا ضدها بهذه لا القضيه؟ هناك مسطره قانونيه شرعها المشرع المغربي اسمها، ونص وفصل قانوني اسمه الاخلال بالحياء العام. واش في امريكا عمرك شفتي شي يوتيوبر طالع؟ لا كاين تيديروا داكشي عندهم هما هنايا، الحريات يديروا اللي بغاو صراحه. عندها مصادر قانونيه، كاين فصل قانوني سميتو الاخلال بالحياء العام، ولكن ما دخل صراحه، ما درت شي حاجه اللي اخلال بزاف، داكشي خايب. لا، داكشي خايب بزاف اللي دارت. خليني نتناقش معاك بالعقل. سير، مرحبا مرحبا. يا نعم بارك الله عليك.
دابا هل من المنطقي وهل من المعقول انني كندخل للتواليت؟ هذه طبيعه بيولوجيه في الكون كله، حتى الحيوان عندما يقوم بهذا الفعل فهو يداري ديك السوءه يغطيها. هل من المنطقي والطبيعي انني انا كنسمي راسي مؤثره ياك ونطلع نمشي ندخل لحشاك الحمام ونصور ديك وانا كنقضي حاجتي الطبيعيه البيولوجيه اللي هي خلقها فينا الله كاملين؟ هذه طبيعه لا لا كونيه. لا داكشي ما تيدارش، ما تيدارش. لا ما تيدارش، وممكن انها تفقد لاشين ديالها على ود. صراحه بحال هذيك ما كرهتهاش انها تمشي لها لاشين ديالها، حيت داكشي اصلا ضد من يوتيوب، ضد من داكشي. حاجه واحده اللي عندي مشكله فيها هي انها تدخل الحبس عليها. ما حيت عرفتي شنو المشكله ديالنا؟ الا سمحتي لي غير نقول لك انا مشكلتي مع هذا الشيء، هو اننا كنعطيو للدوله واحد السلطه خايبه بزاف. يعني مثلا نعطيك غير واحد المثال وسمحي لي عاوتاني، انا عزيزه عليا شوف التيفي كنتفرج لكم بزاف. مثلا درتوا واحد البرنامج على دوك البي دي اس ام، دوك الدراري اللي كيبغوا ان المرات تعذبهم، ما عرفت كنتو كان الشهر اللي فات. لا ماشي انت، ماشي انت، ماشي انت. انا داك الفيديو لايك صحفي وكان فيه تحري، وكانت ديك الصحفيه حاولت انها دير شي حوايج باش توري للمشاهد وهادشي. ولكن تخيل ان الا دخلت هاد السيده هذه على داك هاد القضيه الصغيره للحبس، فبحال قلتي بلينا كنعطيو للدوله انها تدخل حوايج اخرى، مثلا انها تشد هاد الصحفيه. ما بغيناش حنا ان الدوله توصل لهاد الدرجه. مروان ورا الدوله عاوتاني، راه انت حر ما لم تضر، وحريتك تنتهي عند حريه الاخرون. راه نص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على ان كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد او بالبداءه في الاشارات او الافعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامه 120. علاش؟ ما تنساش بان هذه نصوص سنها وشرعها المشرع، لاننا نبقى دوله اسلاميه، دوله عندها قوانين تؤثرها قوانين. الغرب ربما يسمح بعده امور لان ثقافتهم هكاك، مبادئهم هكاك، قوانينهم لا تعاقب على ذلك. دائما تسلم وحط بين قف ذلك انه نحن دوله اسلاميه، عندنا نصوص وعندنا فصول وقوانين تؤثرها القانون. لا ولكن واخا دوله اسلاميه، ولكن راه القانون ديالنا واخا هكاك راه تيعتمد على التشريعات الدوليه وبزاف ديال الحوايج من حريه التعبير. سو المشكله، انا مشكلتي الوحيده هو اننا كندفعوا حريه التعبير. يعني شنو غادي يوقع؟ الفيلم غير سمح لي، غير داك الفيلم ديال الرخ مثلا كاينه فيه واحد اللقطه، واش غندخلوهم للحبس هذوك الناس؟ ما يمكنش. الا دخلتي هذه حيت ورات الطواليت ديالها اللي خاصها بيان سور، اللي كيتفرج لهادي بعدا راه ما عنده شي مشكل في دماغه، راه ما يمكنش. ولكن ما تدخلش للحبس، هذا هو المشكل. نعم لا لا، نقول لك النص الذي تبعت به فتيحه هو الفصل 483 من القانون الجنائي، راه اخلال بالحياء العام. راه انا راه انت مثلا سبت لك رهاب، راه من حقك انك تنط قاضي واحد الشخص انه شارك معك واحد الفعل وفرضوا عليك تشوفوا، لان اليوتيوب المغربي منصه يرتادها الكبير والصغير. الفيديو خصوصا الى تشاف مشاهدات كثيره كيطلع قدامك، فبالتالي سببت لك واحد الرهاب، سبب لك واحد المشكل، فمن حقك تقاضيه. علاش وحده غادي تدخل الطواليت وتشاركني ديك اللحظه معاها؟ يعني خاصها تروبورتا اليوتيوب، خاص تسد لها القناه ديالها وصافي. يعني ما ماشي حتى تعرات ولا شي حاجه. انا غير سمحي لي باش نقدر نقول لك غير الخلاصه باش دغيا خايف ان من اللي غادي تشد هاد السيده هذه، لا غد اللي غتشد الصحفيه ديال شوف التيفي، ولا غد اللي غادي تشد ادريس الرخ، ولا غد اللي غادي تشد بزاف ديال الحوايج. لا انا تنكلمك في اطار القانون. صحفيه تكشف قضيه، تكشف حاله، تكشف واحد الفانتازم ولاو تيعانون منه الرجال، وهذا هو المشكل. صعيب قدام الدوله انك تبين ليها، صعيب. الى غير شي حد خصو يتشد الشخص اللي كيقوم بهذا الفعل، ماشي من ناقش القضيه. الصحفيه تناقش القضيه، تناقش مرض ما، بليه مثلا، ادمان ما، ايا كان الامر. راه الشخص من يقوم بالفعل وهو من يتحمل المسؤوليه القانونيه والدينيه وما الى ذلك. خويا مروان شكرا بزاف. لا شكرا بعدا على سعه الصدر، صراحه شكرا اللي خليتيني انني نتحاور معك. خاصك تعرفي انا من معجب يعني من لي فان ديالك، وشكرا بزاف. الله يطول لي عمرك، شرف لي يا مروان، مرحبا بك، ونتمنى ما تكونش اخر مره. يعني دائما تصافوا. شكرا شكرا بزاف، شكرا بزاف، بارك الله. شكرا مروان، ليله سعيده وتحياتي. كايس كانت نتاع نصاصه الليل ما كاينش بحاله. هولي شيت.
كونتنت نتاع صوت الليل ما كاينش بحال. هولي شيت دودز، ما ميدت لي شفت التيفي. I didn't expect انهم يانسري وسط لابيل. هولي فاك، مشاو ليا كاع دوك الفلوس اللي عندي في اللي عندي في التليفون. بلاتي نشوف شنو كتقول اسكون كتهضر عليا. قمر ولا ميت قمر؟ نعم كيقول لك قمر. والقمر تيسي العواد، هذاك الانسان اللي يقول شجع على القمر، انسان يكش واحد الصالير واحد ويخدم واحد الخدمه برزق حلال. المهم الحلال اه بداو تيجيو دوك اللي ما حملينيش لي. ابشع حاجه هو بقيت كلمه القمر، وهذاك عنده زعما كاين داك الشيء تاع. ولكن اعتقد حتى هذه الطريقه اللي كيلعب بها مروان، ما عرفتش انا، ما انا قلت لكم ما نقدرش نتكلم شي حاجه باقا ما بحثتش فيها وما درستش فيها. شيت صدف عليا، ليتس جو. هولي شيت صدف عليا الدراري، قنعتها. سالينا الدراري، سالينا الستريم. شيز ديفندين مي، ليتس فاكين جو. شيز ديفندين مي، سالينا الدراري. End of stream. Damn, dude. ولكن البلان كامل الدراري هضرت باش ندافع. الدراري أول واحد كيهضر مع شوف التيفي باش يدافع على فاتيحة. That's how I believe in free speech. الدراري That's how much I believe in free speech. أنا هضر مع شوف التيفي دفاعا على فاتيحة الروسيني اليوم اللي بينات الخرية ديالها. That's how much I believe in free speech. الأصدقاء، that's gonna be a good title. هضرت معاه شوف التيفي دفاعا على فتيحة الخراية. Hello guys، أستحلفك بالله أن تشترك في القناة، فقد تحداني يهودي أنه لا يوجد أي مسلم سيقوم بالاشتراك في القناة، ولكن المسلمون سيثبتون العكس. شكرا جزيلا، فضلا وليس أمرا. دير سبسكرايب وجيم إلى بغيتي.